نديروا اللطخه جميله هكا. واش هذا خويا؟ هذا نديروا بها نرفعوها على الهواء جميله هكا صغيره. شكون؟ بنيتي الصغيره إيه؟ هذو اخرى بيتهم على الصندوق نهزها في القلايه ونربطهم هنا. داير السنسله هذه هنا نحزم فيها. إيه؟ ونرفعهم على الهوايج دبات الهوايج دوك راح ترفعهم هاي رياكدة طفيلة هاي رياكدة كيعودوا صقار ديما في الصندوق ونعلقهم وهاني داير سنسلة هنا وواحدة هاي اللي هي مشهد صادم بينما احنا نلعبوا مع مريم انا وعائشة يجي يقول لك نرفع البيبي يرفع ولاده ويربطهم في هذيك الحديدة او يربط فيها هنا هاوليك شوفوا يربط ولاده تربطهم هكذا باش تهربهم من الهوايش عندنا العقارب والحنوشه يبات ويجلو كل ليله رانا نكتلو في العقرب كل ليله حول ولا قوه الا بالله العلي بسم الله الملائكات الصقار كما نور وكما هذا العام اللي فات من كانوا صقار وكما نجاح ومريم وكل كما كانوا قد نور وكل ندير لهم هكا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم العقارب كل مره نقول السمانه هذه اللي فاتت كنا ما قتلنا كي يجيني الشتاء البرد هذو نسيب رميهم بالنيلو والمسمار التاقه هذه والباب هذاك اللي منهيه كان جا المطر من فوق وصب علينا والله غنخرجوا من الدار شوف خويا احنا جينا اليوم باش نفرحوا مريم على بالك احنا في الطوموبيل واقيلا عندنا ليكوش عندنا ليكوش جبنا نمدوا ليكوش كاين ما كانش ايه معليش هم يقولوا لي كاين زوج معليش المهم اليوم وغدوه ان شاء الله اعطيني تشوف ليك وشوف بصح نوعدك حنا كفريق برنامج حباب ربي ما نروحوش الا ونوقفوا معاك هكذا ربي يحفظك ربي يتم بيك شوف هادو ما والله العظيم غير كانوا في الطوموبيل ما نخلوهمش عندنا هادو ما اعطيهم النور ونوعدك نوعدك في اخر ان شاء الله.